الموضوع اللي غنتكلم عليه اليوم هو موضوع مهم جدا، لانه اولا عنده مؤطر بمرجعيه دستوريه. الدستور كينص على ضروره اخراج ميثاق للمرافق العموميه، والحكومه اشتغلت في هذا الاتجاه وحنا والتزمت به ايضا، ووضعنا مشروع ديال ميثاق المرافق العموميه. يعني يمكن ان يعرض قريبا على المجلس الحكومي، وغيكون لاول مره في بلادنا عندنا واحد الوثيقه لتحدد شنو هي القواعد، شنو هي المبادئ العامه ديال المرافق العام، شنو هي القواعد التنظيميه ديالو، وشنو هي علاقته بعموم المرتفقين والمواطنين. اليوم نتواجد بكليه العلوم القانونيه والاجتماعيه بمكناس من خلال تنظيم ندوه هامه في اطار الندوات التي تقوم بها الجامعه والتي تواكب كل الانشطه الهامه على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد الدولي. فاليوم نستضيف السيد وزير المنتدب المكلف بتحديد الاداره العموميه سي محي الدين القادر، الذي سيقدم لنا المشروع الميثاق الوطني لتحديد الاداره العموميه او تدبير المرافق العموميه. فمن خلال هذا اللقاء سنسلط الضوء على العلاقة بين المرتفق والمرفق، وكذلك سنعطي بعض التدخلات الهامة التي سيقوم بها الخبراء من خلال دراسة هذا الميثاق اللي جاي به الوزارة، واللي بطبيعة الحال كان يعني انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، لأن اليوم الإدارة المغربية العمومية يجب أن تعرف حداثة هامة في ما يخص البناء. موضوع آني ومهم، يجب علينا أن نستحضر دستور 2011 الذي أكد على ضرورة أن الإدارة المغربية يجب أن تلعب دورا طلائعيا ورياديا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره في خطابه بمناسبة عيد العرش الدورة 18 سنة 2017 على ضرورة تخليق الإدارة المغربية، وقد بين من خلال خطابه عيوب الإدارة وكيف يمكن للإدارة أن تلعب دورا طلائعيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية خدمة للمرتفقين وكذلك خدمة للتنمية الاقتصادية، حتى يمكن لبلدنا العزيز أن يلعب دورا مهما على الساحة الوطنية والدولية.